قبل أن نبدأ، لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. لحساب تسوية رزنامة البطولة الوطنية وفي قمة من قمم الكرة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، استقبل الوفاق ضيفه الشباب على أرضية ملعب 8 مايو وسط حضور جماهيري غفير. الضيوف كانوا أكثر واقعية وأخذوا الأسبقية مبكرا عن طريق ليونال وامبا في الدقيقة الرابعة. محاولة الوفاق للرد كانت محتشمة، وقابلها الشباب الهدف الثاني بقدم العوافي مستغلا الثغرات الكبيرة في دفاعات أشبال فرانك دوما. وعلى تقدم الشباب بثنائية نظيفة انتهى شوط المباراة الأول. في النصف الثاني تحسن مردود الوفاق كثيرا، وتمكن كوليبالي من تقليص الفارق بعد عمل جماعي رائع، وضع على إثره الكرة في شباك جندوز بكل سهولة. رحلة الوفاق للبحث عن هدف التعادل كلفتهم هدفا ثالثا بطريقة جميلة من مزيان، ضمن به النقاط الثلاثة لأبناء العاصمة الذين يواصلون زحفهم نحو المقدمة وفي رصيدهم ثلاث مؤجلات أخرى، فيما انكسرت سلسلة النتائج الإيجابية لنسور الهضاب وسط سخط جماهيري كبير. حاضرين شاهدوا الرقابة، الخطأ في الرقابة، الاستغلال المثالي.